نعم يا أحمد، عندنا اليوم محور جدا مهم. محور حلقتنا اليوم يتحدث عن صندوق إسكان عواش شهداء الفتوى المباركة. ينضم لنا ضيفنا في الاستوديو حمود الفاضل، منسق صندوق إسكان عوائل شهداء الفتوى. سعدنا صباحك بالخير والعافية سيد. صباحكم الله بالخير. أهلا وسهلا بك. صباحكم الله بالخير والعافية وعلى جميع شعبنا، والأمل والأمان إن شاء الله. أكيد هذا البلد الحبيب. أنا ورح نتحدث حول هذا الموضوع المهم جدا. هذا الأب يا سيد عنده 7 أولاد، فقد 4 أولاد، والآن فقد عفوا 3 أولاد، والآن عنده 4 أولاد ولا زالوا مستمرين يعني. نعم. ولا زالوا أنه هم يعني في سبيل الوطن وفي سبيل أنه إحنا نعيش بسلام، يضحون بأرواحهم ويضحون بالغالي والثمين. اليوم شفنا يمكن انه هذا المشروع سبق انه احنا وطلعنا على مشروعكم بناء اكثر من 300 وحده سكنيه لعوائل شهداء الفتوى المباركه. هذه المبادره تعتبر مبادره هي حياه، لان انت دا تنطي بيد، دا تنطي امان، دا تنطي استقرار. حدثنا عن هذه المبادره. نعم اكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. صندوق إسكان عوائل شهداء الفتوى طبعا هو اليوم الفضل للناس اللي ساهموا وشاركوا ضمن هذا المشروع. بدت بذرة الصندوق في عام 2016 بعد أن انتهت الحرب مع داعش. أكيد اللي لبوا نداء فتوى السيد السيستاني هم الناس الفقراء والبسطاء والذين يسكنون التجاوزات وغيرها من العشوائيات ضمن أطراف محافظة بغداد ومحافظات الأخرى اللي هي ناصرية والسماء وغيرها. تبنينا فكرة في أول بادئ الأمر هي في قضاء الرميثة يعني محافظة المثنى، أحد عوائل الشهداء تسكن في دار خربة عبارة عن خيمة وممزقة الخيمة وكذا، يعني متليق لعائلة الشهيد أنه يكون بهذا السكن. فطرحنا فكرة على بعض الأخوة والأصدقاء ضمن المنطقة وغيرها، فشكلنا ما يقارب أكثر من 300 شخص وبدينا على اشتراكات بسيطة فباشرنا بناء هذه الدار. فصارت الفكرة أنه سهلة وسلسة وحلوة. بعدين أنه توفقنا أنه التقينا بسماحة السيد علي السيستاني ما يقارب أكثر من 12 دقيقة وباركوا بهذا العمل والمشروع. بدأت الفكرة تستمر، أصبحت كثير من العوائل تناشط أنه ما عندها سكن وكذا، وخصوص العوائل الفقيرة. وأكيد اليوم هو الصندوق بعدنا عن الطائفية وعن القومية وعن التحزب، هو كل من لبى نداء الفتوى ودافع عن الوطن والأرض والمقدسات هو لحق علينا أن نبني له دار سكن، فحيث بنينا في الموصل وكركوك وأديالة والبصرة والموصل بجميع محافظات بلدنا الحبيب. مثل ما خبرتكم أنه مبلغ 10,000 هو مبلغ زهيد أمام يعني الشخص العراقي. العراقيين هم طبعا أكيد هم كرماء وسخين جدا، فاليوم لدينا أكثر من 9,000 مشترك ضمن هذا المشروع. واليوم أكيد مثل ما هسه عرض الأخ الزميل عباس موضوع الحلقة اللي هو سميت بدار الوفاء لأنه لثلاثة شهداء ضمن عائلة واحدة، وتعرض السكن الأصلي لهم إلى حريق يعني التماس كهربائي. فناشط ضمن مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من 21 يوم، فجت هذه المناشدة إلى صفحتنا ضمن التواصل الاجتماعي اللي هي صندوق إسكان عوائل شهداء الفتوى أبناء المرجعية. فتبنينا فكرة أنه حصلنا على قطعة أرض سكنية مساحة 300 متر وباشرنا بالبناء، وخلال فترة 3 أشهر بنينا هذا الدار. قريبة علي قريبة على سكناء، لأنه هو تدري أنت اليوم العائلة العراقية تحب المنطقة اللي تسكنها دائما يعني من تكون بعيدة تتغير عليها الأجواء وكذا. المهم فهم ضمن المناطق الشعبية ورغبوا أنه تكون بهاي المنطقة، ومنطقة هي جديدة والمساحة ملائمة جدا 300 متر. فباشرنا خلال 3 أشهر أنه بنينا هذه الدار والحمد لله وشكر. كنت مشتركتهم الأرض أيضا؟ نعم، أحد الأخوة طبعا متبرع، أحد الأخوة متبرع تبرع بقطعة الأرض بعد ما وصلت المناشدة وخبرنا بأنه عندنا نية أنه نبني لهذه العائلة لأنه ثلاثة شهداء. وترى اليوم اللي عنده شهيد هو حياته مؤلمة وقصته مؤلمة، بحيث احنا ما قدرنا نشوف الأم لأنه المصاب عليها جدا كبير، وخاصة مفاقدة ثلاثة شباب ولديهم من الأحفاد 13 طفل تقريبا. واليوم الجد هو تبنى هذه رعاية العائلة، وتعرف اليوم التفكير عنده 4 أولاد في جبهات القتال لا زالوا.
فكانت مأساة لهذا الرجل الحاج حسن ساهي العقيلي. والحمد لله واشكره بفضل الله تعالى احنا سلمنا الدار ولحد الان متواصلين وياه في حال انه يحتاج اي شيء او لا سامح الله. طيب امور الحياة اللي تعرف اليوم الوضع. طيب سيد حمود خلينا نتحدث عن الكتيبة اللي انتم الاشخاص اللي تعملون من اجل بناء هذه المنازل من اجل افراح عوائل الشهداء، شلون قدرتوا انه تنجمعون تنسجمون وبنفس الوقت انه انتم تعملون باكثر من محافظه باكثر من مكان، فهذا يعني ما شفت انه يشكل بعض الصعوبه لدى بعض الاخرين يمكن عنده ارتباطات او عنده عمل؟ لا اكيد اليوم هو اللي باشر بهذا العمل واجتمع معنا بهذا العمل هو اليوم داعي للخير وفاعل للخير، وسابقا انه طالما انه يحب تقديم الخير للعوائل الاخرى فلذلك تشوفه حريص بالعمل في التواصل معنا. اليوم احنا شكلنا بهجات هي بسيطه، نعم الاسم صغير امام شاشات التلفزيون وغيرها لكن كبير في الانجاز والعمل. انت اليوم من تنطي دار سكن وتعطي العائله شهيد تقول لهم هاي هديه بسيطه مقدمه بناء المرجعيه المتمثله بسماعه السيد علي السيستاني، يمكن يخفف عليه الام الفقد. نعم واكيد احنا كمقلدين للسيد علي السيستاني انه اوصانا الاهتمام بعوائل الشهداء من ناحيه السكن والتعليم والصحه، فلذلك هو هذا كان واجب شرعي تكليف على كل الاخوه. وطالما اليوم هو العمل يدخل فرح وسرور على عوائل الشهداء وعلى الايتام وبالاخص اللي لبوا نداء الفتوى كانوا صغار في العمر، يعني ما يتجاوزون 30 سنة، فقد يعني الزوج أو الأخ بعمر صغير جدا، فتشوف أطفال بعمر الورود يعني ما يتجاوز السنة أو بعضهم ما شافوا أباهم، يعني أنه كانوا يعني بالشهر الثامن أو بالتاسع أو حديث الولادة ونال شرف الشهادة. بدينا نشكل فكرة أنه ضمن الواتساب وضمن الماسنجر وموقعنا ضمن التواصل الاجتماعي ونشرح كل إنجازاتنا اليومية ضمن هذه المواقع، والحمد لله نشوف نفسنا اليوم بنينا أكثر من 390 دار ولدينا فكرة أن نبني مجمع تقريبا يحتوي 60 دار فقط إجراءات حكومية ورسمية وصولية. نعم يعني ما ظل تقريبا 90% إن شاء الله كملنا من هذه الإجراءات، فبذلك اليوم من نروح للبصرة وللموصل ونروح لديالة ونحس أبناء شعبنا أنهم متكاتفين، واليوم ماكو فرق بيننا تقول هذا سني وهذا شيعي وهذا من غير قومية أو طائفة أو لغة اختلاف اللغة، لكن اليوم يجمعنا الود والمحبة لهذا البلد. أكيد اليوم كل من دافع عن العراق شارك بالفتوى هو عراقي وأصيل ودائما ما تنبض روحه لحب العراق، ولذلك احنا اليوم عندما شكلنا هذا المشروع اليوم اصبحنا اكثر من 9000 مشترك ومبلغ بسيط هو 10000 دينار، واكيد هي صدقه جاريه على ارواح امواتهم. فتشوف اليوم بعض الاخوه اصحاب المحلات ومواد السيراميك وغيرها او المواد الصحيه اللي تستعمل من مجاري وغيرها، تشوفهم دائما يفرحون من نجيهم، يعني نريد ناخذ مواد وكذا المشاركه نحب نساعدكم نحب مثلا نصف المبلغ او مرات ما ياخذون وكثير. يعني اليوم عندنا احنا شخص يعني هذا الزجاج وغيره انه قسم علينا يمين انه كل دار شهيد انه هو يعمل زجاج الدار واكيد النجار والابواب الخشب وكذا، وهاي بحيث احنا عندنا احد الدور في محافظه كربلاء باب الخشب الواحد ب 500 دينار 500,000 تقريبا كله الواحد، يعني ممكن انه نسوي ب 60 او ب 50,000 لكن المتبرع طلب انه تكون احلى من باب الخشب اللي ببيته، فشوف اليوم ايش قد انه يحبون انه يدخلون الفرحه والسرور على عوائل الشهداء. النوايا الحسنه موجوده وحب فاعل الخير موجود، وايضا العمل اللي تعملوه اعتقد هو يمكن عمل مؤسساتي عمل حكومي، من المفروض انه مؤسسه حكوميه ترعى وتدعم هذا العمل، لان نعتقد مو نعتقد بل هو واجبها انه اليوم مثل ما الشهيد اليوم دافع على هذا البلد وانطدمه فاقل ما يمكن انه نقدم له هذا الشيء. خلينا نتحدث عن تسلسل الزمني للمقدمين على هذه الدور السكنية أو هذه الحملة اللي أقمتوها أنتم، كيف يتم يعني اختيار
المقدمين على صندوق الإسكان؟ نعم، من أوائل الشهداء. طبعا احنا دائما نقول يعني بعيدين كثيرة عن المؤسسات الحكومية، لأن المؤسسات الحكومية تلتزم بقانون، تلتزم بتعليمات وغيرها، لكن احنا ما نلتزم بتعليمات. يعني اليوم أنا هسه أقول لك احنا اليوم وصلنا تسلسل دار 390، لكن بعد 10 دقائق احتمال أقول لك 391 أعلننا راح نستلم و 392. ليش؟ احنا من تجينا المناشدة ندز الأخوة ضمن محافظاتهم أو إذا ضمن بغداد يروحون يستفسرون عن وضع العائلة ويتأكدون من وضع العائلة. نعم نعم، بكل محافظة. فالحالة اضطرت أنه اليوم نبني، نقرر اليوم نبني، يعني نطلع اليوم رأي أنه اليوم عندنا قطعة أرض سكنية بفلان بكان، أو أنتم ترغبون تشترون قطعة أرض سكنية ضمن المنطقة اللي ساكنين بها، إيش قد تكلفتها؟ نشتريها إحنا وإحنا نبنيها. نعم. ونحدد الزمن، يعني الوقت أو 3 أشهر 4 أشهر ما يتجاوز أكثر، لأنه اليوم اللي عندنا يعملون أصبحوا هم أصحاب خبرة يعني أكثر من المهندسين. يعني مرات إحنا قطع صغيرة مثلاً أكثر 100 متر أو مربع أو كذا يتفننون، يعني نعم. من تدخل تقول كأنه ما أكثر من 200 مو 100. نعم. فلذلك إجراءاتنا ضمن الاستلام مو ضمن إجراءات معقدة وروتينية وكذا، لكن حاجة العائلة اليوم أكيد أكثر العوائل اللي انطت شهداء وكانت ساكنة بالتجاوز والإيجارات وكذا أو بعض المضايقات، واليوم الراتب ما يكفي لأنه أكثرهم دخلوا بسلف وغير السلف وكذا، فإحنا نشوف الحالة إذا تستوجب نعلن بنفس اليوم استلامها، او اذا مرات مثلا اكو نوع من الصبر، او مثلا العائله او زوجة شيء سكنت ويا احد ذويها مثلا والد الشهيد او والد الزوجه، تكون اكو صبر يعني فد شهر او شهرين ثلاثه، لكن مع انه ننسى عائله او نتخلى عن عائله لا، لطالما احنا كشفنا على العائله فهي اصبحت لها حق انه شو وقت ما يكون قطعه الارض متوفره والمبالغ الموجوده نرصدها لهذا الدار نعلن عنها. نعم. في اي لحظه اتوقع. نعم. طيب سيد حمود، خلينا نسولف شويه عن الصعوبات اللي تواجهكم بعملكم او المعوقات اللي من خلالها يعني من خلال عملكم انتم تواجهوها. هو ستي انه البناء مكلف. نعم. ومتعب في نفس الوقت، واكيد اليوم احنا نتعرض الى مضايقات، بعض الاحيان اكو مناطق ما يجوز بها البناء، فصعوبه انه تدخيل المواد البناء او غيرها او كذا، ومرات يتوقف العمل في كثير من الاماكن، لكن بفضل الله احنا اليوم شكلنا نوع من الخليه انه كل الاجراءات تسهل عندنا، بحيث احنا في كل مكان لدينا شخص معرف ويتم التواصل معه، فتكون سهله اكثر المواد، وطالما هي الموضوع انساني وخيري تشوفين دائما الامور سلسه وسهله امام الدور. نعم. يعني بحيث احنا في احدى المحافظات هي محافظه ذي قار الناصريه بنينا بيت ب 55 يوم. ما شاء الله. 55 يوم. يعني العمل مستمر 24 ساعه. نعم. بحيث 55 يوم احنا سلمنا دار. انجز البيت. انجز البيت. اي. لان قلت لك اليوم هم الناس النية صافية، وذلك تشوف بحب هم عندهم طموح. يعني اليوم نعم. مثلا إذا اللي ركب الزجاج يقول لك أني ما أقبل تجيب غيري، يريد أني يعني أني حتى أكسب أجر ضمن نعم. هاي الدور، أي دار عندك أني. يعني مرات نشوفه بالعشرة بالليل ب12 بالليل يشتغل، يعني يكمل العمل اليومي، يجي خطيه لدار عائلة الشهيد ونلقاه بثنتين مرات بثلاثة بالليل يشتغل. فلذلك هو اكو موده واكو بنفس الوقت اخلاص بالعمل، لانه ماكو رقيب. يعني اليوم دوائر الدوله يجوز يصير بها رقيب، يعني مديرك او غير مديرك والمسؤول الاعلى وكذا، ولها مزاجيات ولها رغبات يعني، لكن احنا اليوم لا. العمل بحب واخلاص. نعم اكيد اليوم كل من هو يعرف عمله ويتسابقون، يعني انا اشوف مرات يتسابقون بالعمل، يعني مرات نقول لهم يابا اكو قطعه ارض مثلا بعد انه نبدا بالاساس، وهاي يقول لي نتمنى يعني اليوم. فشوفوا هذا الحب اللي يخليك انت تعمل وتطمح وتسجل ارقام. طيب. يعني اليوم احنا اليوم اكثر من 390 دار. طيب. بنينا وبكل المحافظات، يعني ما بعدتنا مسافه. يعني باللحظه تقول بالثنتين الظهر بالثلاثه ما تحس احنا بالسته بالسبعه محافظه البصره. زين سيد حمود، شلون نقدر نطور هذا العمل اليوم؟ اكيد انت بهذا الفرح اللي موجود بداخلك وانت تاسس هذه المنازل، هذه الدور اللي موجوده وانت بتؤسسون. نعم. هذه الخليه
اللي يعني تأسسون هذه البيوت، وبنفس الوقت نتحدث اليوم شلون تقدر انه تطور من خلال عملك، وانت يعني كنت بالبصره محافظة البصرة قبل كم ايام والصويرة والعزيزية. زين، شلون نقدر انه نطور هذا العمل ونخليه انه ينجز باسرع فترة من الزمن؟ شلون نقدر انه اكو خطط في بالك انه تطور هذا المشروع بما انه صارت عندك خبرة اكثر من 300 منزل وحدة سكنية اليوم انتم مسلميها، فاصبح عملكم نقدر نقول باصحاب المشاريع الكبيرة. نعم، اليوم احنا شوف نعمل يعني بقدر الامكان اللي احنا نقدر نبني، فبس نشوف نفسنا يعني اعلى يعني بمراحل اعلى بتطور. يعني اليوم انا من اقول لك اكو دار مثلا فتره زمنيه مثلا الشهر او اقل شهر لحاجه العائله، يعني لانه يجوز مضايقين او ايجار وكذا، ولذلك ضعف السيوله النقديه اللي عندهم. فتشوف اليوم احنا لو تعاوننا يعني العراقيين هذا المبلغ الالف دينار والالفين دينار، واحد الاخوه في محافظه بابل طبعا ساهم بمبلغ الالف دينار، واليوم عنده اخوه مشتركين. ليش نجح ويتطور المشروع؟ باستمرار الاخوه اللي هم مشتركين. نعم. يعني اليوم من انت تجي والاخت تجي ويجي غيرنا وكذا وكذا راح يزيد. يعني مثلا اليوم انا اذا ابني بيت ما ابقى على البيت، ابقى بيتين ثلاثه اربعه، اتطور اسرع. ليش؟ لانه اكو سيوله ماليه توفرت. نعم. وايادي عامله توفرت ومواد توفرت. فشوف اليوم ما اقول لك، يعني اليوم احنا سيراميك دائما متبرع. نعم. للكاشي والمطبخ وللصحيات والكثير من الامور. اليوم تشوف محجر الدرج وغيره، تشوف اكو شخص دائما هو محب انه يعمل حجر للدرج. نعم. واكيد اليوم تجي اكو شخص صباغ، وخاصه بعد اوقات الدوام انه تشوف انه بعد من ساعات وقت وبالليل وكشباب ولمه وحلوه، هو عمل انساني. شوف اليوم احنا حتى هذا شارع البسيط اللي افرع من تتعاون كل الدور تشوف الشارع نظيف. طيب. لكن انا وانت ما هاملين الشارع ما اعتقد يكون نظيف. فلذلك اليوم هذا المشروع اصبح بدون روتين، بدون تعليمات، بدون تقييد. اليوم عائلة محتاجة خلص، اليوم احنا لازم نبني لها. نعم. طيب اليوم لو احد المشاهدين حب يتبرع، شنو الطريقة اللي يعني ممكن اقدر اتبرع بيها؟ احنا عندنا زين كاش. نعم. وماستر رافدين، وايضا عندنا ضمن الصفحة وهي صندوق اسكان عوائل شهداء الفتوى ابناء المرجعية ضمن. نعم. الفيسبوك. طيب زين كاش، وموجود يعني رقم موبايل. يعني اريد تفاصيل الموضوع، يعني انا يمكن شخصيا يعني. نعم. اريد اتبرع فاريد اعرف تفاصيل اكثر. اليوم احنا عندنا حتى متبرعين طبعا خارج العراق ومستمرين يعني ويانا بالتبرع وكذا. هو هذا تحويل، يعني مثلا تحويل ضمن ماستر كارد. نعم. وكان انا لو اعرف انه كان انعرض ضمن التقرير لسهولة الاشتراك، مثلا اي مكتب صرفة او كي كارد تنطي الرقم، رقم الحساب، رقم الحساب يعبي انه الرصيد اللي يرغب به مثلا 10,000 25,000 اي مبلغ. نعم. اليوم هو بعد هو تبرع ويعني مفتوح الرقم. أوه. لكن احنا حددنا 10,000 حتى تكون فشي نظامي، حتى نعرف اعدادنا ايش قد. لكن بعض الاخوه يتبرعون مثلا مبلغ 500,000 مليون. بعض الحالات الحرجه. نعم. بعض الحالات الحرجه. أوه. يعني احنا قبل فتره خارج البناء تبنينا حاله لطفلين تكلفه العمليه 83 مليون. طلعوا الشباب ضمن المناطق القريبه عليهم وتجولوا بالسيارات وجمعوا المبلغ والحمد لله والشكر، وتمت اجراء العمليه. نعم. احد الاطفال بالسليمانيه 7 ملايين كان، واللي في الهند تقريبا 75 مليون. نعم. للتنويه شنو اسم الصفحه الموجوده؟ صندوق اسكان عوائل شهداء الفتوى ابناء المرجعيه، وهي موجوده بالفيسبوك. اي بالفيسبوك. طيب كيف يتم يعني اليوم تقديم من قبل عوائل الشهداء؟ يمكن اليوم بالنسبة اللي يعرفون بهذا الموقع يعرفون بأنه اليوم صندوق إسكان دعم عوائل الشهداء الفتوى المرجعية، يمكن يعرفون أعتقد قليل بعد ما اليوم ظهرت من خلال شاشة العراقية، فأكيد راح أشوفك أكثر. فاليوم يمكن إذا البارحة قدموا 10 يمكن اليوم يقدموا لك 100 او 150 او 200. احنا نرحب بهم لانه الحمد لله قطع عرض موجود ومتبرعين موجودين والناس الحمد لله اشكر الله يشاهد. حبيتها يعني بس نقول فاحنا بالمناسبه مرات يصير خلط بالاوراق، احنا ما تابعين لاي جهه لا سياسيه ولا حزبيه.
يعني اليوم انا اول بدايه البرنامج قلت لك انه هو فضل للناس المتبرعه والمساهمه والمشتركه بهذا المشروع. فانت تشوف اليوم من اكو 9000 مشترك اكيد عندهم اصدقاء. اليوم الصديق مثلا يقول انا اكو ناس يعني مرات يتصلون بينا يقول يابا تعالوا خذ الاشتراكات خلينا نوصلكم اياها لانه احنا من نعطيكم الله يرزقنا والله يفتح علينا باب رزق. فسبحان الله شوف كل من له راي يعني مثلا هذا المبلغ التبرع مثلا اكو بهم يرغب يعطي 25 واكو بهم يدفع عن امه وابوه المتوفين يعني مثلا يدفع 50,000 يقول يابا هذا عن امي عن والدي عن والدتي عن كلام من هذه الامور. فشوف العمل مو صعب. اليوم احنا خلينا اجدونا العوائل اليوم احنا نطلع ونكشف ونشوف الحاله اذا تستوجب باللحظه يعني جوزات تتصل بيك اقول لك يا باي الحاله احنا موافقين عليها وكشفنا وانه تستحق انه نبني لها. واكيد اليوم انت مو صعبه تقول لي مئات لانه هم الاف الشهداء كان موجود يعني ما يقارب اكثر من 9000 شهيد تقريبا وكذا. لكن بعض اكو حالات حرجه يعني مثلا اكو احدى الحالات الحرجه قطعت القدمين والايد والساق الله يعني ايش قد نسبه العجز عنده وقاعد بتجاوز وقياده عمليات بغداد من يطلع لهم بالعربانه يعني شيء هم هم ناس انسان يعني رجل امن شنو هو ابن الشعب والاخ وابن العم وهذه العائله فخطيه يتاذون عليه يقول احنا بس عندنا تعليمات وهذا امر انت لازم تشيل يعني وتجاوز ومع ذلك من اتصلوا بينا احد يعني الجيران قال انت ليش ما تخابر على صندوق اسكان؟ زين قال ماني ما اعرف فاتصل جيرانهم رحنا والله رحنا كشفنا وشفنا الحاله يعني اتمنى كان ادي التقرير واشوفك اياه فحاله مساويه. اريد نتحدث عن اللي يعني نعرف انه كل بناء يحتاج الى اجازه، شلون يتم التعاون مع مثلا الامانه اللي موجوده بكل محافظه؟ لانه المفروض انه تكون اجازه بناء، واجهت صعوبات بهذا الموضوع؟ لا الحمد لله لانه هي كل القطع الاراضي اللي ناخذها هي يعني موافقات رسميه واصوليه ونعمل يعني اليوم ورقه الكهرباء ورقه المي تدفع ويعني اكيد اليوم فتوى السيد علي السيستاني يمنع البناء في المناطق التجاوز الغير مسموح بها لانه احنا اليوم كمقلدي للسيد علي السيستاني مكلفين بانه نحترم كل الاراء واليوم احنا قريبين على معتمدي السيد لهم يعني خصوصيه في مكتب السيد انه يوجهون بعض الاسئله وتكون هناك اجوبه على الاراضي المغتصبه والاراضي الزراعيه أكيد ايضا أكيد الا تكون الاراضي سكنيه اصوليه أكثر اصوليه وفق القانون. نعم احنا سعيدين بما قدمتوه سعيدين يعني بكل دمعه ام شهيد فرحت عند ما شافت انه ما قدمتوا لها فاحنا سعيدين يعني اضعاف اللي تقدموه صراحه هذا العمل اللي تقدموه مشكورين واكيد هذا بميزان لا والحمد لله ان شاء الله شكرا لله وللاخوه قلت لك اللي ساهموا ضمن هذا المشروع وايضا مشكورين اللجان وما كان لله ينمو نعم. ويعتبر هذا صدقه جاريه وايضا ميزان حسناتكم يا رب ان شاء الله يتقبل هذا القليل الله يحفظكم ان شاء الله ميزان حسناتكم. انا ممنون لانه انتم حسيت بشعور لا يوصف لانه تحملون نوع من الانسانيه والله يوفقكم ان شاء الله والله يحفظكم احنا اللي سعيدين بالعكس لا احنا بعد هو هذا عملنا اليوم الشرعي والانساني انه نخدم هاي العوائل شكرا الله يحفظكم شكرا نورتنا متفضل.